المواقف هي هي اللي كنا بنشوفها قبل كده، اللي كنا بنشوفها في مواقف مشابهة. الكل هيدور في الفلك الأمريكي، كله بيرسخ للي عايزاه المخابرات يوصل للعالم، هيوصل للعالم. ليه؟ لأن مجلس الأمن قال كذا وده كذا وده كذا، وكله بيدين وكله بيشكب، وده كلام كله طبعا يعني هجس. احنا عايزين نشوف احنا نعمل ايه جوه مصر عشان نخلص من هذا الكابوس ونخلص مصر من هذا الكابوس. في فرق رفيع قوي، خفيف قوي، خيط رفيع جدا بين انهيار مصر وبين انهيار السيسي. لو قدرنا نشوف ازرع السيسي ايه اللي هي معتمد عليها وتكون سهلة المنال، يا ريت الناس تسمعني كويس. أنا بقول لو السيسي اتجرد من الذراع الإعلامي بكامله، كل المشاهير اللي موجودين دلوقتي اللي بيتلاعبوا بعقول المصريين لازم اسكتهم بأي طريقة، لازم يسكتوا، وهنا هنقدر نتحرك ونقدر نتحد ونقدر نعمل شغل في الشارع ما حصلش قبل كده. تمام.